فين مول لجاتيه النهارده اكتشفنا اقدم اعشاب طبيعيه في اسكندريه كلها. فين في مول لجاتيه؟ في الشارع اللجاتيه. ادي المول اهو. طلعنا الدور الاول فين؟ عند مؤسسه الفراعنه. وعايزه تخسي او تزيدي موجود عندنا في مؤسسه الفراعنه، في للتخسيس وفي للزياده. تمام. الصعوبه في الزياده اكتر من التخسيس. ايوه. وممنوعات الاكل في الزياده وليس في التخسيس. كل حاجه مكتوبه على ايوه. وبكام يا استاذ صلاح؟ ده ب90 وده ب90. تمام. في مشكله بقى بنقع بيها بعد ما بنخس وزننا، بنبقى عايزين نثبت. موجوده عندك حل المشكله دي؟ مفيده للعميله. ايوه. دي بتقعد 41 يوم وبتثبت الوزن على اللي احنا عايزينه، دوره الدم كامله دي. تمام. بتاخد معانا 41 يوم زي الفل. يعني بعد التخسيس عايزه تثبتي؟ أيوة. برده موجود علشان ما نتخنش تاني ونشتري تاني زي الفل. وادي كمان يا بنات العنوان وارقام التليفونات علشان لو عايزين تيجوا وتنورونا. على فكره مفيش شحن. النهارده جاي اشوف وزني بعد ما خدت اعشاب التخسيس من عند مؤسسه الفراعنه. بصوا يا بنات والله للامانه انا كنت كام؟ 101. تعالوا دلوقتي ننزل يلا على الميزان ونشوف بقينا كام. يلا بينا يا بنات. بصوا بقيت كام؟ 94 كيلو. اهي يا بنات اعشاب التخسيس، والله العظيم عن تجربه وانا اللي استخدمتها وبقول لكم على النتيجه بالظبط. اعشاب التخسيس دي للمتابعين فقط ب90 جنيه، وعايزه النوع الثاني كمان ب150 جنيه. يقولوا من طرف، بس يقولوا ايه؟ من طرف مدام منى، كلمه السر مدام منى. كمان يا بنات في علاجات لحاجات تانية زي مثلا القولون العصبي. وايه تاني؟ القولون العصبي وغازات اللي بيشتكي منها الناس كلها دلوقتي، في غازات تمام عاليه جدا في الهضم. ايوه. صعوبه في الهضم، ده مريح للقولون في حد ذاته. وفي طبعا علاجات سكر وكده، بس حضرتك اللي بتقول لهم بقى بالتليفون. لا السكر والضغط انا بديها التركيبه في ايديها امانه ليها هي. ايوه زي الفل. بالنسب زي الفل. معانا بقى لو عايزه كمان تعالجي شعرك من كل المشاكل طبيعي، تقصيف، منع سقوط، منع تقصف، اطاله سريعه ملحوظه. الله اكبر. مبدئين التعبان ما فيهوش اي مواد كيماويه، بل بيعالج كل الناس اللي عملت شعرها حاجات أيوة. كيماويه. وبكام معانا ده؟ ب80. تمام يا بنات. طبيعي لعلاج مشاكل البشره وتفتيح سريع، تفتيح السمره بتاعه البشره ما شاء الله، ازاله البقع الناتجه عن حبايه مرتين في مكان واحد. حلو جدا. تفتيح سريع للمناطق الداخليه بين الايدين والساقين والاثر جرح او حرق قديم. وبكام؟ ب80 بقى. تمام. عاوزه بقى تطلعي من بيتك الطاقه السلبيه، هتيجي هنا العود عليه مقري عليه اسماء الله الحسنى ما شاء الله. العود الكمبودي ده مخصوص لشرح الصدر والراحه النفسيه وللحسد وللمس ولاي اصابه روحانيه. يعني خلي البيت هادي كده مبخر، ولو في قران شغال مع البخور. حلو قوي. عظم. ودي اصغر عبوه فيه؟ دي اصغر حاجه ب90. بكام دي؟ ب90. تمام. عايزه اقول لكم النهارده بقى وحصري معانا بخور، ده قرص القمر. ايوه. ده بيتنحت عليه اسمه تعالى الرزاق، للناس اللي رزقها ضيق. الله ينور. يعني هو لاي حاجه مثلا، اي مشكله، لاي مشكله بتستخدمي اسم الله المناسب للشيء الله بيحلها. زي الفل. وبكام معانا بقى ده؟ ده 150. تمام. من معانا يا بنات وحصري؟ ده جوي ملكي وده صندوق ملكي. تمام. ده الايه؟ تقويه الذاكره. حلو قوي. التركيز ده بيحتاجوه الطلبه زي الفل قبل الامتحانات. تمام. انا كمان النوع ده الجوي الاحمر؟ ده الجوي الاحمر. ايوه. ده لاخراج الطاقه السلبيه في العموم زي الفل. تمام. وبيبقى معانا بكام؟ 150 برضه. تمام. لكل بنوته عايزه تزود وزنها، احنا معانا البنوته دي والتجربه على عينك يا تاجر. انت كام كيلو يا جميل؟ زياده الوزن تحفه بجد. كنت كام كيلو؟ كنت 63. طب ممكن نوزن؟ تمام. يلا بينا. بصوا يا بنات بقينا كام دلوقتي؟ بقينا كام؟ دلوقتي 68 كيلو. ده مش كده وبس، انت كمان خدتي معانا اسبوعين بس؟ اسبوعين بقى لي اسبوعين. زي الفل. ايه كمان يا ندى؟ وده بقى ده لزياده المناطق بقى المعينه، عارفه؟ ايوه ده ايوه ده. لا لا جامد لكل بنوته. يعني طريقته حلو قوي وهتلاقوه في اللايف اكيد. كانوا ايوه. وفي برضو يا بنات نتيجه منه هايله جدا. بصي ريحته انا بجد ريحته جميله جدا. ده عنبر ده ولا ايه؟ حاجه جميله قوي. زي الفل.